وحش وول ستريت وعرب الاحتيال، المنفذ لواحدة من أخطر عمليات النصب في القرن العشرين، صاحب أكبر مخطط بونزي في تاريخ أمريكا. تلك العملية التي بلغت خسائرها نحو 65 مليار دولار. إنه بيرني مادوف، رجل أعمال ومصرفي أمريكي من أصل يهودي، الذي سبب أكبر صدمة مالية للولايات المتحدة. رحلة مادوف في سوق الاستثمار المالي بدأت بمبلغ 5000 دولار من أموال حصل عليها من أعمال مختلفة في نيويورك. وفي عام 1960 أسس مع زوجته شركة بيرنارد المادوف للاستثمار في الأوراق المالية بمبلغ 10000 دولار، وسرعان ما أصبحت من كبرى شركات المعاملات السوقية من خلال الوساطة بين بائعي ومشتري الأسهم، ليبدأ نشاطاً سريعاً بالجمعية الوطنية لتجار الأوراق المالية، وهي منظمة ذات إدارة ذاتية لتنظيم تجارة الأوراق المالية. ثم أصبح الرئيس التنفيذي لسوق الأسهم في ناسداك، حيث مثلت شركته إحدى أكثر 5 شركات نشاطاً عند إنشاء ناسداك. شركة مادوف اشتهرت بنظام الدفع لاستمرار التدفق، وهو نظام لتداول الأموال بين السمسار والعميل عن طريق الشركة، حيث واجه النظام اعتراضات كبيرة من قبل أكاديميين ومختصين باعتباره شبيهاً بالرشوة. إلا أن مادوف دافع عن نفسه بأن ما يتم دفعه للسمسار هو نفس السعر الذي استلمه العميل. كثيراً ما شهدت أسواق المال الأمريكية في وول ستريت عمليات نصب واحتيال واسعة النطاق، لكن قصة بيرني مادوف كانت الأشهر والأبرز لضخامة الأموال المسروقة من جهة، ونوعية الضحايا التي طالت حتى الموظفين الصغار ومزارعين، بل أنها طالت فنانين ومنتجي أفلام، مستغلاً وجوده داخل أكبر سوق مالي في العالم. حيلة مادوف التي بدأ بتنفيذها أوائل تسعينيات القرن الماضي بحسب اعترافاته، تتلخص في عدم تنفيذ أي عملية استثمارية لأي من عملائه لسنوات طويلة، وبدلاً من ذلك كان يقوم بإيداعات في حسابات العملاء القدامى من أموال المستثمرين الجدد باعتبارها أرباح لاستثماراتهم، لكنه في حقيقة الأمر لم يستثمر دولاراً واحداً من تلك الأموال. وعلى طريقة التسويق الهرمي، أوهم مادوف عملائه بتحقيق عوائد خيالية مستفيداً من التكنولوجيا، فكان يجني نحو 100 مليون دولار سنوياً، واستمر بتنفيذ مخططه لسنوات طويلة دون اكتشاف أمره، على الرغم من كثرة التساؤلات حول طبيعة عمل شركته والأموال المدفوعة للمستثمرين، ليتضح لاحقاً أن كل ما نسجه في عقول المستثمرين لم يكن سوى وهم وخيال. كانت بداية انهيار إمبراطورية مادوف عام 2008 بالتزامن مع الأزمة المالية العالمية. ففي صباح أحد أيام ذلك العام استيقظ المودعون على حقيقة وقوعهم بأكبر عملية نصب واحتيال وفقدانهم لجميع مدخراتهم وأموالهم التي وضعوها بين يدي مادوف. عندها بدأت السلطات الأمريكية بتحقيق موسع كشف عن تعرض نحو 40,000 مستثمر في 125 دولة حول العالم لعمليات مادوف. في ذلك الوقت اعترف مادوف لأولاده بعمليات الاحتيال ومخطط بونزي، فقاموا بالإبلاغ عنه وتسليمه للسلطات. وفي عام 2009 اعترف مادوف للسلطات بجميع جرائمه التي تسببت بخسارة 65 مليار دولار من أموال المستثمرين، وصدر الحكم بسجنه لمدة 150 عاماً بعد إدانته بعمليات احتيال عالمية وغسيل أموال، ليقضي عدة سنوات داخل السجن حتى وفاته في أبريل عام 2021 عن عمر ناهز 82 عاماً، إلا أن المستثمرين لم يتمكنوا من استرداد أموالهم.